marka magacaas de shardi ma aha in loo baxsho ama loo ixtilaafsan yahay laakiin ayagu maarada jiritaankoodaas arkaantaas leh ayaa la yiraahdaa dawladda la yiraahaa asmaada dawladda raiiska amiirka khaliifka khilaafada waa asmaa iska عن عرفي على أوران كراية العبرة حويان ما بالحقائق لا بالأسماء ويان والسلام عليكم ورحمة الله يا هي سؤالش كبد سؤالش على بعض أيضا قادتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقابك أو دول النما دول السمركم مقالة مدينة تجي أيضا قوة فلان شعالي أيان سين يا سلفيين تو مرك واقع لوس ودو دول ده ما أنت جرى عالم كجرى حكام تجرى حيك أمين سينين سيدي واركان مركلوس دوغ سيجارة دولدنا وحنا كغلديهين لقنا وحنا وصحيهين وحعركتيه هيك قبان سودو شعالي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين دولدة سلفيدو أما سلفينتو سد حجانب أي كفيرين آيان أما أفر له أفر جانب مركوه رأي سيد الشيخ وشاقي وحي من سيهين دينتنا إنو شاقي ساه إن دولة إلا السماية واجب تهي محايا لي بن آدم كوب بلا دولة من ولا كران بن آدم كان رسالة إلهي يؤدي بي وحان لك فهم يا قول الله تعالى إني جعل إني جعل في الأرض خليفة إلهي مركو بن آدم كأو أو أبورا أيوبا لولك إنه ما مل الله أبورا أيوبا مركا خلافة داس مركا دولة نمدي بيكو ما نيسا تاسقض بوهي زاوي داس ولذلك السلفيين تم مركز تبدل كونوا الدولة هلو ويتاقر سيهين بغض النظر دولة داس أخداها كجرتو أخداها كجرين واسكب دبيع أخداد إن لسحة واجبة جانب كل هذا كفيرنا يا وحواي وحواي أن أنا جو دولة لما يسترن إن أقون سنة سلفيين والدولة دي منهج كسلفي قال لقول سيو كتاب كيسونا ده سرب رقمي سي سي عملي رقمي سي تاسنا رنتي مالي والباء ما تلاب أي الله سوق هذا يا والدولة الصومالية هذا بدولة مدحون حسن الشيخ وحي قبتي هذا وحي سشرتي كوريس قبتي كوريس وحي قبتي كوريس ومدحون حسن وحسن قبان وهكذا مركا تصحيحها iyo gargaar Soomaaliya tiray in yar in Allah hela maalo walba talaab in la qaado quraanka markuu soo dagay waad ogeydeen oo tadriij uu soo dagay wax oo muharram ahaa ayaa dhowr marxalo kala duwan la xarimay qodobka qodob labaad qodobka saddexaad waxa waaye oo anagu aan isha ku hayno in ay saameyn badan dawladaha islaamka maanta ay ku leedahay aragtida khaldan ee ah in la soo min guuriyo nidaamka reer galbeedka ee dawladda islaamka faxwihi iyo nuxurka ay ku dhisantay muslimiinta ka dhufsan yihiin mithal aan bixinayo dadka ogolaato Dr. Saacido يعني دولة الإسلام كوا هاد جوجل هاد داقش هاد داوي ديسي لماذا نوم محمد صلى الله عليه وسلم أقول استسنا هذا كوا بني خلف ديسي إن الدولة الإسلام بحد ذات الإنسان وحكي جوابا يعني رجال بيتك قبل المسلمين سد حسوا وضع أصابه إليهن وأنا سد حسوا وضع مسلمين تمان تا إليهن دت كاس مسلمين تا لما ولا آتك إسلام كأنا هين أي سكان سلام متك قبلي متك ضعيف هاي متك قبليس هاي متك عرق هاي كل مركزي كولا ولا بين إسلام لماذا تاسا اودو سود دجي انا الى هدا واك غود بلانا واتير زارو مانتا ولها قبيالدي اي دينتي اي وخي با اسو كاينه قبل لا ولا اس قبل سين كرا لكن منهج كسلفي بس كلي حل كو جرا محايل تاريخ الدوله الاسلام كلو دسا مشي هلا لكن ان لقاتان ديار لو اهين محايل حوغو جيرن على غربا غالدي مركاسا واخ لجيبنا قودب كو واخان او بخا كليتو مهم كا واخا وايه مبادئ الدوله الاسلام كو كو دستا واخي هدي الامانه والعدل وضعت اولياء الامور ايه النساء سوره ايه سوره النساء ما قالت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بينهم تحكموا بالعدل يا الذين من أضيعوا الله وسحقان مركز سد أخلاق ذا سد هذا رغم كالدولة ذي ذا إن مجتمع اللي قم ميزام حيلك مركز اللي بحينا هايو يا مركز أمانات كل اللي يباينا ما يشاء متى الله يوضنا وأنا مدى الدولة إن ماذا قوش هذا سود الدجنة يسا مركز زاويات كاسا أنه إيش أقول هنا الدولة دا إسلام كأقيمها له أيضا أنا تلعب هذا الترتيب تتبع الواقع هذا لكن وحب ذا ما كان من مشاركة وما سين شعلي وحنسين يا الشيخ عبد القادر نسينا يا سؤال شحكتا وحيلا ذا هاي سلام كوحو يقاني دولة تقليدية أو أهاي مدي كتبتا عن كل جناي نبي محمد مساجد كوجة تلينا يا صلوات الله وسلامه عليه أصدق ما دحتوية مساجد كوها مش عيد ماذا إسرائيل كلا قد رأوها وحاي مدونك دولة حديثة وحاتمي مودرن جوفرمنت وحاي مد دولة مدنية مدار طبعا صوماليا والوسو من غوريو دولتها نظام كاس قاتي كميتا مركا دولة حديثة أما دولة مدنية إن لقاتو إي دولة تقليدية إن لقاتو ما تماما إساقهر إيمان آيان ما توفيق إي سوافجين أيا جيري كرتا بلسودو بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرتا إسلام كا دولة
سيغوني او شيغي ما جيرو النبي عليه الصلاه والسلام وقت جو جوغي انتو دبقي صحابتي سينا وخباي كو دارين وحياله بدن وحا جيره اي كسو قاتين دولديي ماركا جيري دواويمتي عيدمدي سمينتودي وخا سو دهن وخا لغا قاتاي اني سان جيرين وخ غوان او لوغو دبقايا وحيالها شريعه او قطعي او كسو اروري او احكامته مويه سيده دولده لو نيدامينايو الهي سبحانه وتعالى وخ غوني او ما سو دجيني waxaana muhiim ah in la fahmo ay dadka ay kala saari la yihiin waaqi'i muslimiinta ay ku noolaayeen waqtigii nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam ka dambeeyay ilaa iyo laga soo gaaro dowlad hadiitha waaqi'as uu isbedelay hadii waaqi'u isbedelana qofku waxa uu rabaa inuu la noolaado marka hadii waaqi'i horeeta ay dadku ku noolaadaan oo aqliga waaqi'u horeeta ay damcanay wax adduunkan hadda la joogo ku dabaqaan waa arin aad iyo aad u dhib badan waxna la gaari maayo waxa meel fiican gaarsiin maayo waxa muhiim ah marka xarakaadka islaamka hadda caalamka islaamka jiro dhan waxa isku waafaqsan yihiin nidaamka dawliga iyo culimadiisa nidaamka dawliga hadba sidoo u yahay in loola jaan qaado laakiin sala ilaaliyo mabaadiida islaamka iyo shariicada islaamka bal iska daaya anaga waan laga wasi horumarsan yahay xarakaadka islaamiga hatta salafiyinta intooda badan waxay ku qanacsan yihiin oo culimadooda mar hore fatwadeen baarlamaanka in la galo sidee tamayidii todobaad tamayidii baa la fatwaday anagana haddeer dadka qaar wali iskaal gelinayaan baarlamaan in la galo dastuur inay dawlad yeelato waxay ku tusaysaa dadkaasi inay ku nool yihiin qarnigii hore adduunka culimada iyo dadka wax laga qaato waa hore ka hadleen waxa hadda u baahan maaha Soomaali inay ijtihaad caalam Soomaali uu gaaro culimo hore taa fatwatay in baarlamaanka la geli karo in dawladda laga mid noqon karo iyadoo qaanun wax ku xukumeysa la tasxiixin karo daaxilka laga tasxiixin karo laakiin afkaarta mutlaqa u diidan dawladaha in laga qayb galo waa afkaar bilaabatay bilowgii todobaadameeyadii waa afkaartaas oo mujtamaaci ka saartay dadkii oo gaalaysiisay mujtamaaci oo ka dhaxbaxday taasaan hadda waxay isu bedeshay midaan hadda dadka leenaysa oo qarxinaysa marka islaamku dawladda mucaasirka wuxuu qaba in sida ay tahay loola dhaqmo laakiinse shardiga oo yahay in shariicada islaamka lagu xukumo oo la ilaaliyo shariicada islaamka ayadana ay u baahan tahay khutwa khutwa iyo tartiib tadriij in lagu gaaro aysan ahayn hal mar qasab in la yiraahdo kulli waa in hal mar la wada fuliyo laana dhurufta hadii goor wadan walba dhuruftiisa in la fiiriyo ayaa fiican wa maasanta ayahay wa maasanta ay Sheikh Abdul Sheikh Ahmed aan siinaya midigtan koodaya Sheikh Ahmed dowladaha waxaa jira caalamkan casriga ah oo la yimid markii World War 2 oo dhacay wixii ka dambeeyay nimana dhistay nidaam dawladeed oo casri ah ayaga ku horkaashay dhahan reemudugu marka waxay u sameysteen UN gola amaan nidaamiyaha loo sameystay nidaamiyahaas loo sameystay waxa jira marka sida shaaciib hadda baxtiisa ku jirtay shuruuc caalami ah oo heshiisada wadanka hadduu saxiixo inuu ilaaliyo laga rabo heshiisadaas marka waxa ku jira qaar kood qalada diineed ku jira marka dawladaha oo hadda dawladeenu kamid tahana heshiisadaas kaas Geneva oo kamid ay saxiixeen arintaas kasto shaaciibna wax ka taabtay balan dhameystir sida la soo waafajin karo heshiisyo caalami ah oo mukhaalafaad sharciye ay ku jiraan in la saxiixo wadankana dawladnimada iyo diinta la soo ilaaliyo sida la soo waafajin karo wax nooga taab insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim wa baad in aad baad u mahadsantiin dhamaan xuduurka saa wada ogtihiin waxaan ku noolnahay adduun isku wada xiran oo Allah subhanahu wa ta'ala uu noogu talagalay in aan la noolaano bini'aadanka nala nool ama bini'aadanka nagu muxuu ahaa jaalka ah oo dhulka adduunka nagu la nool ma jirto qof dhihi kara anigu dadka kale waa ka go'naanaya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina markuu yimid oo dawladdi Islaamka uu dhisay dhidibada u taagay wasiiqatul Madiina la qoray wuxuu sameeyay in nimankii Madiina deganaa oo Yuhuud ahaana uu la heshiyay sulh la galay muxuu ahaa ayna sameysteen wasiiqadaas nimankii kale oo Nasaarada oo meesha ayadana ka dhawaana uu saasu ka leeyshi anaga marka maanta Soomaaliya dawladdeeda waxay ku dhaxnooshahay 198 iyo 8 dawlad wax ku dhaw ay ku dhaxnooshahay waxay ku qasban tahay inay urur goboleediyo iyo muxuu ahaa isku xirnaan caalamka kala dhaxeysa ay sameysato waxa qasab ah isku xirnaanshadaas marka la sameynayo nin walba hiba inta asaga diintiisa iyo mu'taqadaadkiisa muxuu ahaa ka hor imaaneysan ugu diida inta waafaqaysan uu qaataa
الإسلام كنا مرول بوحو آدي آد أبو الرياء إن أمضى وحوض قبصدان مسلم كودة قال كودة هي مسلم كودة انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وحد أكتهين حلف الفضول وحل اللي يرادو أيو كجري إسبهي سطو حلف الفضول اللي يرادو أوضتك أقر قاري جرتي حلق جاهلية أسوغو النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيو حو يرمان تهدي إيقو ييران نمان كاس قريشيه ودقال كيغلا دحية وحيابا أن كوهشي كرنو أو أمد هلو أقر قاري وان سماي الحين مركا إناد كميد نقطو UN إناد كميد نقطو AU إناد كميد نقطو محوها إيقاد إناد كميد نقطو بلوشادة باريغة أفريكا كل وحيابها صوردان ووحيابو محوها إسلام كنا أوسنقوني وديدينين كليا كحران شروضة وحيابها سلقادنا شروضة هذه إناد إسلام كأوسنكوهر إيمانين مركا إنتا سهل وسو قبقى بكرا ويا بيدا حذر كيسوحوها تحالفي داس كلاهم بيلميدهين وحان كسو قبل قبينا سؤال شو ضمبس ودينا يا أنسينا يا شي محمد آذن عثمان شي محمد نظام نظام يبضنا عالم كجرا نظام كصومالي إيقات ونظام كله يقان ديمقراسيه أما ديمقراطية دا ديمقراطية دا مركا لا تعبيرنا أما لا فسيرا ينا نعي بضنا لولكعا تعبير كمركا لغا صوت تنفيذ كأما تطبيق اللي يمادنا قلب السيء فلساء مدة مرايكن كجرتا مدة تركيا كجرتا مدة أفريقيا كجرتا وحيابك للدوام واي مركع عبر هذا واحد كل سنة مع الفاداس يأري عن ديمقراطية أها مس وح لوبا هي هاي إن عرق تجارة لقيا شو بحوثات لقى سمايو كوريزا جل سمايو يوحوض باريس لقى ضبطها ومعناها إن محتويه س وحي حمبارسيهن إن إسلام كوكار إيمانه إن إسلام كوافقه سدوا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد سؤال ولا ورصدي هدي أم فهمي ديمقراطية أن قادرنا هذا الصومالي يكون رقم يسوع يدين تو إسوافق هذا سجربا أفهمي سهديته مرك الله سوقه أرتى أنت أنان بل أيضا كمبدأ أنان في رنين ديمقراطية دو مرك اللفظ ذي قال لقتهجو لبنا معنى حمبار سنته معنى وح حمبار سنته هي معنى سياق تاريخي عليه وأسوش يسكت إيمانه يسوي غريق أما هستوريكال كونتكس كجرت كإيمانه يغريق ومعنى أنت بدن أن كإيمان أسوش أنجا أن لهين تاس أو أه إن وكم قيه إلهي سبحانه وتعالى يوم مسائل كغيب كحرر كلاهبا بدك أفكار تاس مركي هرب سلك ودقي مرنا ديمقراطية وحوي آليات أن مبادئ حرير للهين وأنا مدة أن فيلايا هذا الصومالية إن أنجا نقطه أما وح أن ذكر وميكانيزم فضضينا أيه أود قيب سجينا كل أهان كقادرني لكن جانب كذي عقدي جاءها أما مبدئي جاءها أصول التاريخ جاءها ما سومالد وما أي سنقادرن وحنا بالدليل وهذا كونستيوشن كيسيستم كان دي اللي جانا يجي أساسه هو الشريعة الإسلام ك أيضا نوعي كل دولة واتي وخطبة كل دولة شيخ علي وتلمامي أساسه قلت ديمقراطية سومالي أي قادرتي وآليات أي كفر ضي سنة يسوء أود قيب سجي وإنسترومنتوي وميكانيزم مركا قيب تاسنا وحيلم التهاي وحيابها كل الدون بني آدم كو أي وحكو قيب سن كران أما آت قرعة أما آت الدور شوين لقلو أو صحابة دي كو اجتهادين رضي الله عنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيد وسمي أو كلبة مركا ماش هاس وحش دا أنا كمجرتو قفك كو باق باقة جهدي كإما دي كليئة إنه بحاشا كو آدينا وقف عن معناها منصف كأهين ظروف تا أي دة كصومالي هذا كل شيء خيرين يعني. تام كمان ديران يمرك تام كمان نقوليو وحن ربعنا نسي كمان تجريو النجا ظروف تام كجرو بامرر فرب بدن وحي قصب بيان دة كصومالي ده إن أي أخذوا عن أو ذو إرادات كذو كدو الفلناي محيط هاي ظروف تام كجرو ويبحثن تهقف كصومالي هديل ويدي ولا استقالة كنادي جرد لكن القرآن كو لبصفة أم مذمومة
أو إلهي سبحانه وتعالى كب الله بمد كستبا ضرب الله مثلا با وبدامي لبداس دبيعت عد كستو يلت ومذموم أما لبداس صفو لبداس صفنا وحلوها القبسني أصنامت يدك عابدي صفو وحوي إن قفكو أبكم ويهي كالأبكمي لا يقدر على شيء هو كل على مولاه إنه سنسكف الليل ولا ما ملايو وإرادي سوسوح بكو قبن كيرون وصفة مذمومة شعبا وشخصا وحكو صفوبنا صفة وصفة ناقصة حدنا واكو صغرنا هم فيليا إنه هو كل على مولاه دون نرس يهب البايري مشروع بعلى قرطي يوحي اللمدة وحنو أنصو سارنا وهذا أنه أنت بدن كفل الدولة نمدين ما يجر هو كل على مولاه صفات الله بعد وحواي والداخلية توا خارج جوي داخليا وإله صلى ضرب الله أكرمك بالله وهايو وحوي ورجل أي فيه شركاء متشاكسون هذه أي شركاء متشاكسين سوي ماذا واسقاب اسقاب صلى واحد يدرى وصفة مذمومة أو حبي يسوي الله بعد صفة محن كوكينا هي داخليا وحنا شركاء متشاكسة خارجين نكلن على مولاه وأنه أنه واحد سكوب فيلن سداس أوجد وحاقو قصبنت ومرك الله صار كوابه بعنا بظروف تأم كجرو تاسع وحي كيري سمركا سؤاشة أه دتك كلام حين نجربان دتك كلام كوم الدين يان وكوم عمليان وحين كوم عمليان ده هو إني كافوشتن وهي طبيعة بشرية وطبيعة إنسانية وإنسان ككلام كجرته إنه كان ظلوما جهولا إما أنه يعتدي عليك إما أنه يجهل عليك تام مركب وحن كوضع إن وقفك الصومالي وفهمه الله بداس وقضب عن شيء والله بقضب مجوين صار كذا متشاكس ك بقلال وجبان كده حركة كرا وتلمام كرا أو شيء كرا لكن وحب أنت إن قضب كاس صومالي ذو إمارة كده تسيء وأتكاته أنت أصلا معناها ده هي وما صنعت هاي شيخ محمد وما حسين هاي أفر سؤال كلية أيام فريا يمين يسار وقيبناش شيخ نمعان يا وزير كان سينا على بعض سؤاله يمينك يسارك يمينك وحق عنك تاجم الوقسي سدح نك أفراد نعم نعم نك أفر جميل أفر تهاي وزير أيكوا بلا يستوى حير إن ويستقيم بسم الله سلو ودار إن ومحسنتين وحنق هل سؤال لكن هو كومنتير عن كهر مرينا يا وحبذن بالله الله قبائلك يو دينتا وحاسلاي هاي قبيلك وان نص يعني دينتا هاي كشكت ان نصب كل واحد حريريو هي ان لو ابترسل اوضت كل تيريا ادعوهم لابائهم هو اقصد عند الله لكن هل هو ميدوبا ام هو حلو ولا قبصه لما دين تام كنت حاسلاي هاي ان علماء ايات اي افتيميان مركزتا دك قبائل دا يسبيسيدا كجيرو ميد كاله waxa laga hadlay wax badan diinta islaamka dariiqiye badan ay nagu mideysay soo koobuzir waqtiga aadna haya aad waqtiga aadna haya diinta islaamka saadu kiin ninkii hado suhayb arumi wuxuu ahaa european baa yurub haysta yurub afartan ila xadgo afartii todoba kaxiriya salma al farisi oo bershia bilal al habashi oo afrika abu bakr al qurayshi oo arab inta sameeyay horta diinta qabay inoo mideeyso badan baa jiray madabka ugu dambeeyay markuu waxaan rabaa war dalkeenan maanta waa maanka ugu fursad badan yahay wadakiisii reesaarihii dalka iyo xilbanaanada qabku hadlayeen ee madaxweynaha dalkan maanta waa inuu ka hergelaa tadbiiqo sharci hadaa maanta waa maanta ugu dhawdahay culimadu waa inay maanta ka soo saaraan oo sunacul qaraarka ay u geeyaan dalka xeerarka looga dhaqmo waa xeerkii Renata Angeloni uu qoray xeer caqabta soo xeerka liyaad دين شقكم ملحن ومد الصومالين هم غشوا علمتنا ومغلسا وحان رمنا دستور كان إيا حيرك أيق أن لقى جورو أو لو جورو تطبيق الشريعة وأن كفى إيدينا وأن كبوا ليستنينا وايا مرك قاب كلو هرجلين كرنا وإني علم هذا عرقت العلم هذا يكون صعب صن سي عرقت لو هرجلين كرنا وايا قفك لبعض سلام الله قفك لبعض شغل معان هاي سؤال سؤالاً شيخ بشير عن سيدنا سؤالاً لواء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
مركو رئيس علماء آدي أدو مهسدين إلهي سبحانه وتعالى وحان ويديننا جعلهم الله في ميزان حسناتهم أفر نقطات بان رواء يرير وكوكوبنا كهالله علماء سي سؤال هذا ندنا ويديو مركو رئيس حوية نقطة رئيسة نقاط القوة أي لاذا أمة الصومالية أمة الصوماليات أود أي لاذا سيدان أقفا إذي سنكرا أود أس أو أي كمتة هاي سيدان لغة دوضو نسكمتة هاي أفكار دون إسكومي دي هاي دين تودو إسكومي دي هاي يعني نقاط القوة هسيان وقف إذا استنكرها سؤال شل بعضو حوي نقاط الضعف لباتوينكم ماذا الصومالية هاي ستة سيدا وحوي عدالة الرضا يقبل هذا يوحي جرا سيان وتكرها النقطة ستة حدو حوي الفرص فرصة لها جرا سيد ماذا الصومالية دوقف إذا انكرا فرصة لها أو مثلا سيدا إن علينا عمر فربضن ضد الصومالية فربضن وضم بضن جرا أو وحبرتي سيان وقف إذا استنكرها مدة أفراد أو توضن بيساء التهديدات يعني اللي باتوينك أمة الصومالية سوى جهاية سين أغورتك الرأسي ذا الاعتداء الإثيوبي مثلا بارك الله فيكم علماء ويدينا سؤال السلام عليكم الشيخ إيسي شعالي سؤال شخص كسوعة ها ما يمي الشيخ سيانا ما يمي واتيقي دونا قفك أفراد وكوكي دونا نكا إيسي وديب نكا تاغن وديب واي هي بسم الله الحمد لله اللهم صل اللهم صل وسلم سوكوب وسوكوب يا هرتي مركب على صحه يقف قلب قانغار هي مكلفه انه واخ صح واجب اكو اه غار هان قفكي الى علمسيي هذا وحل لي هي وحل صح يا دستور ان بلو سبينا دي ويغس قفل بي سومالي انه كفلي دونا ان بها معاد ان بها قرارادو ان بها معادو المساله وحان ربا ان ان كهدلو قانغارك عرورتي مسي قانغارتها شيء تمام بالليري رنتي شيء تماني كوقان جاران عرور سحمان وحي كوقان جاران على مذاك له ولو إجماع سيني هاي قيبت أحس الدورة هدي الواينا دقبة العادية دقدا مركا ولا سو خلاف سيني شيء تمان سديو تمو ولا شيء جاي لكن لا إسكوما خلاف سنة إن هدي جبردو أي حيشو أي قان أي قان جارتي أما حلم أو كدعه أما ويلكو بي ترك يكي مدين سجد أما سكالتوت إلى يحور وإذا بلغ الأطفال منكم الحرمة فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم مركا أرنت أسمية سنو بهنين تدارك أم بك هدبتك أنت وحل الصحيو وقانجارك سيدا لو إجماع سنيا هاي حلمك لا أبارو قضب كسواش لبعض وحي تهاي een dastuurka in badan ba am la bedelay am la ga hadlay am la saxay mar waxa ay ahdi qarameed marsiyaba kale waxa jira runtii arin kale todo am la mid am ka daran oo laga dhawaajiyo ah xeerka ciqaabta waxa la dejiyay lixdankii labadii lixdankii saddexdii u dhaqan galay su'aashu waa gudubtaado maasa sheekhu qubada shariicadana waxa ugu weyn xuduuda inta aan baareyn hal xad kuma soo arkin sheekhu waqti waa kusii qisaasna hata kuma yaal iidaama ku yaal qisaasku al mumathala فرد وكجر فرق كجر هذا قرط كجر نقرط كجر قصاص نكون يا له حدودنا كم طال حركة عقابته قف قوار كان هيك يوم سلوا بدلك سلوا بدلك كرا محاسة أولوية دلوسي واي إلى سنوين كسفرها بدل لو على سحاي جواب تي سؤال شاك دارت ويا هاي سات كأفراد سؤال شكو بدو حيهات حركة عقابته وشعالي أنسكو سيدون على بدن سؤال وسليهين نكوضي قاتاقن xeerka ciqaabta qaabta kolba culimadu dawladna ma aha garsoorna ma aha laakiin aragtidooda ku saabsan sida loo bedeli karo iyo halka ijraa uga maraayo bis wakiiliya waaye su'aash aniga waxa aan ku leeyahay laakiin culimadu garsoor ma aha dawladna ma aha aragtidooda waa waxa weydiisay qaab su'aaleedan kugu sii qeynaya waa maasanta soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim wax kale weydiiyey mar bilow waxaan rabaa culimada inay weydiiyo waxay ka hadleen inay ayagu salafiyiin jameel xilligi nabiga wax la yiraahdo salafiyiin ma jirin dadku waxay ahaayeen muslimiin iyo gaalo mid labaad 12 qofood baa jirtay 12 oo dibaha ku qor waradan 12 ka dib waxaa lagu gudbi karaa dibka horo ka jira in muxuu ahaa la helo muxuu ahaa hal dib ah oo Soomaali ka jira dibkaas waxa waaye cadaalad darro cadaalad darro si loo gudbi karaa hal nima waxa iska soo qoranayo 8 xildhibaan marka cadaalad darro ta ugu badan meesha iska jirta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وما سنت هاي سؤالك وادو حيهات سؤال وزيرك وحيهات سدا نظام كا جارهان حرك عقوبات كا صومالي أقرن وها حرك تلياني وكتجي محا علماء عرقتيها أجيالا تاس أي كسب سن سؤالك على الشيخ أنا ورع سنت هاي وسليهين لو سؤال وتي مد حيهات قانجارك سيش على وجيزنا وحبوقة تابتلك أسرع مرة بعدهم كل دونا قانجارك اعتبارك السن قال لك هذي سودو شعري سؤالش أسلبه سؤال سكوا هذا بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ إبراهيم خير الله سيو إيو وزيرك إيو رجع سؤاله ويديه ونبوا سؤاله سؤال مظن إلا ويديه شيخنا وكم سنة سوا فقيه الشيخ إبراهيم حسن قف كان قانا ده هد أنا وأنا قانا علم ذا وتقان شابو شريه وأنا عالم وفقيها وحقوقي هاي وشيغيا جزاه الله خير وزيرك نصدوك هلواي يعلم ذلك اللي أتبا لبدا سدان دول مرة وحير مهرت مدان قانقار كسي الشيخ وشيغا واي قانقار كعلم ذا فقه كتب فقه وارتين وحال لغا هدلا إمارات البلوغ وآه سيد الشيخ وشيغي حلمي إن لقارة أمر رب لقارة ويلكو من أياشو قبلنا عادة كل عضو إيو دا حددان وفقه شافعي ذا إمارك الاسكو خلافين شر شافعي شان يتبان كاس حق الدأ ذا ملك اللي رواء آذين لكن حال لغو إجمع سنة هاي علاماتك بلوغة إيو اللي اسكو مخلاف سنة لأنه علاماتك إيو اسفردين هاي قف عادة كقبيسة طيب مقان قارن أما ويل سلانتيس وتقاي إن لغوري ومارت إن رقا قف قفت مجلس إنه صغيرية ووالد كل عسين تاس شغل شيء قوي لكن مركز لقى هذا لاي هذا وحرك لقى هذا لاي علامات البلوغة ولا يقان فقه ولا لقى هذا لكن حوق الله ما صار لماذا لأنه حواي وعلامات تعرف بالعرف الاجتماعي أرين دودو كتا أنت ما هن مسألة إن ما دام يصير مختلف فيها يصير أهم ولا كل عسين هاي هذانا قفل بقولوا وجوه ما ماذا بديها جوكتة مسلم كأي مدة بلدك جوكتة قبل هذا ديع على كوكب يسات مع الجبرت هذا كله على وقت أني قنقرت ويلك هذه هون لوجوري يدو كري هذا يدو أم بيسو أركا سكان هون لوجي هاي إنه قنقاري وعرف قالوا لوجي هاي وعرف قالوا حكم إذا قواعد الشرع هي قانون كلام هذا مركا سيدا دراد ده لسكم ما لبوا محايا المسألة خلافية ما بأهمها والمسألة مفروغ منها اجتماعيا لو ذا لوجي هاي مركا القراء فقهان وإن القراء وحان كلون قبل الدستور خلفتي سنقول بياني إنه مهم تاي ما دام وح قانون أو يهاي سيصدر عامة برئيس أصبح نوع تارتة سنقولين هو كرة سنة شيقة لكن واحد حق اللي صار نقول حق ساري نحوها وحل القري هذنا نقول عيارة شن يتمكن تلقى بس ديت تمن لا يري إذا مذاهب كلا تل التقليد سنة أيو أعدل المذاهب من كل يراد هذنا دق لقى الله أيو هذنا السن لقى الله أيو مذهب الشافعي قايا أقول له حقه أما أهبا حقه صوت الشن يتمكن ك هدي اللي يراد قانجار أو إمارات البلوغ اللي رادنا يحلم إمارة عددنا أنت بدل شيء تمن أنت بدل من رافته هذين رافتنا هو النادر والنادر ليس له حكم دائما أما أدو حكم لي أنا واسك نادر شيء تمن كاسة أقول له مركا وح أنا قال شيء تمن حقوق أنا ساريني وح ميس كسارة دا علامات البلوغ علامات البلوغنا بدأ غير تعرف كذا هو هذا عشان ما مارك كاسة ومسألة سوى مارد شعب كنا وذ أقتهاي أو ضد بأي سن كفرين مركز لكن إلا قرأ وقرأ سنة شيخ تاس مركز كسوق ضمن مدام كساب سن حير كعقابته صومالية ظلمات كوجرة لا خلاف في ذلك دولدنا وقتها أنو نوقنا علماء ولا كمان عم سوى لسشيقة لكن وقابل لقى قابي لما دولدي هجرة خاصة سنة دي طبعا ولا قصوب الله الشيخ شريف إلى ما أنت رجع ثلاثة ما ملا يرجع علماء كبو حي وزير ده حتى علماء سوق قبتي عدالة ده إلا الضوفي هذا قرصور كرجع علماء كبو شيخ صالح شعب عبد الله مارت أحمد أنا شيخ أحمد كل هذا علمه شو قوي إنه قانون صبرتي أنت هس إذا أمريكا أنا قاعد علماء هان الشيخ بشير علماء ذاك اللي تاني كله جينا إعلام دحويني مالبه وقارسيني وحواجب قطعة إن سدك دقة قد قرن لو صاروا وزير حسن هذا وكله هذا النوى وحماس سنين وإن علماء علماء قد قاسوا سواء أخرى كدي من الشريعة الإسلام كنظام عقوبات كوافجية تقنين الشريعة الإسلامية وأكتين علماء أنت ضبط واقوام بايرة هذا حتى فقه الشافعي كتب لقى قرر التقنين هاجرته نظام عقوبات وغير العقوبات بوا لقى قري مركب بحوث تاسنت الله أرونيو والله سيهو بيا يا رجل قانون الله صاره أي واجب والله عقوبات كوافجية شريعة الإسلام وحير وحنا ربنا كو قتل من دكتور ساعدو عقوبات مثل هذا في القانون وسدها قيود قيب شيء قاشق وحدوده لا اجتهاد فيها اذا واحد انت عقوبات كذا قيمنا وحوى عقوبات القصاص اللي راه اذا لفت وحوى وسخ حديد انت هيو وقف كان كلي وحي ودونت حدوده
ولي دمك أما ولي المال تجحك يا وحول لي هاي حق التنازل يا حق دي إنه غاته أما جبر غاته أنت سوق دوانت هاي بقولك بس ديت إيشان كبر المس سلاشن كل نواد عقوبات كجرائم تلقاها وعقوبات التعزير عقوبات التعزيرنا فيها اجتهاد أكفرا وحتى في خذ قرقد حيرين الحكم فيها حكم الله فيها ما يرأه القاضي وهي قاضي وأركو مركه ما الحديد أن ماله زمن كسر تتطور عرف تتطور مع العرف مركه تاس مركه وحال واحد حدين كره وحكر جري جرائم فربنا هذا سكرتي وحتى كتب فقه أنه أركين والزمن كسر يعزر كسر جرائم تيسو لي هاي وبالتالي عقوبات كذا أيها دنا ربنا لك يانو مركه أرنت هسوا أرنو بهن مركه إنسان رسمي لقى شغل وهي هاي شيخ ومسيح هاي وحن كلها كسيدر أيام ملاحظة هان قرصور كوحي نور شيغان إن أردت استعديلات كذا وصعدة إن كشقين عيان قانون عقوباتك إن سميان تقنين شرعية أو فقهي شافعي قاها قاب قانوني لا قري دولتها سميستي أو جانتوس كلاك هستنو حاكمية دولة مصر قانون عقوبات لح بقول إلا دور مادة ككوبان أما دور قضب ككوبان أي هستان أو جانتوس نكسي قادن يعني سؤالها كلاتو إصلاحيان أفرت سؤال هل سؤالها قارة هاد أو أدارو نويدية شيخ بشيران سؤال شان سيني أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلي جيسي سلفية مجرني سلفية دان أو دان وامح بسم الله جزاك الله خيرا هرتا أنو سلف بان رهي سلف بان أهي مؤرن مدهين يعني لكن أنا نقولنا جعلنا وكلمة دوين أو بلارن أو معنى بطن له قفرين وحتى شفت واقع حشون أيها أنا أحكى هذا الآن أنا مؤمن إن شاء الله بلغ هذا الله يعني معناها قف إنه مسلم يهي كور ما قلين كره لكن قف إنه مؤمن يهي إن شاء الله بقلين كره إنه سلفي أنا وكسي درانتها إلى تهيبا وقورت واحد أن شيء أنه ميل لوي على أنا أنوقع أن ما إجران ويسكن محاولة للفهم ومحاولة للعمل وي تصميم داس بدك على السلفي ذو وحي كتمت وحكوه ريال الراعة هي النبي صلى الله عليه وسلم إذو كجد يعني وهذا أسوه راعة هي مجرى سوى النبيها دين تي وكت جاي مركي إمارك تحصوك الجلان وضد المسلمين هو دين تلحد إذا كان لحظ الله هي إليه دين تساس بيتها ما يسام بيتها إليه هي أيا وحلوك على صار مدان سام باصحن محي إلي نبي أرددي يسي صحابة يسي وسيدانها مركا كلمة ده أنا دتك يا قبصتي وما ركتي تابعين تها تابعين تها دتك يا قبصتي ظروف تلا كل ما أيام ما قاعد بحشي مركا أنا قلت أنا ما قاعد بحشي ده بتشوقنا إبنها عن هذا سمينا ما ظروف تها كأن سيدا مثلا ما ركت أهل السنة والجماعة أو كلي باتشلي وصوبحي إمارتي محاكورة السلفية صوب حضي لما أنت حبال قوس سوعة هي سنة صوب حضي شيعة صوب حضي كل حويان ظروفها كاني إن دتك إمارتي لك أنا سارة أما دتك على ما الله يلزق قفك وقرت وحص عليه وحخردا وإسلام كده حدي ساعة على هالضياء إسلام كده ما حكود ودي سماه إسلام كده حدي ساعة يا خلاص سوق علي إنه خلاص سوق على وصلنا طلها حويان مركا ولك الحديي ولك العالميي si lo garto wadadiya haya ya sakal leexday waxa kale calaamayna dadka ay qabsatay oo anaga ma aha assalamu alaykum waya wa masihin halkaas uu noo eegay panelkan ee discussion kiisa waxaan si guddo gali doonaa culimadu wa masihin iyo marti sharaf ka way weydii karaan stage ka dii karaan waxaan si guddo galeena barnaamijkeena si wadanayna waxaan noo xigi doonaa baxthiga shaali xogsade ayaan noo xigi doonaa juduru siraac bayna dawlatay الصومال وإثيوبيا وحأوصلك كهايو أنت لكن لجارين إن شاء الله وشعل برستيش كيس لي ديارنا يو وحنقصد وين يا كلمة ديارنا سيناء إنه نلو داقو تح أبوان أبوان جني هسود وادي إن شاء الله تح نلو داقي دون إن شاء الله نسيناء فليتفضل مشكورا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم علماء قيمها بدن وشيخ بشير وجوه الرئيو رمان مضحك كلا دوان قايفها مرتدى رمانتي وسلامتي ولا ليال سلام كديب
waxaan bogaadinayaa shirkaan qiimaha badan ilaahayna culimada hanu xafido xogaa waa lagu caajisay meeshaan u malaynayaa soomaa soomaaliya soomaaliya